هل يجوز الجواز مع والدي ووالدتي في شقة واحدة إذا وافقت العروس ووافق الوالدان؟ مع العلم أنها شقة إيجار قديم، المستأجرون إيجارا قديما عليهم أن يراجعوا أنفسهم، فهو كثير منهم يصلي في أرض مغصوبة، كثير منهم يصلي في أرض مغصوبة. وقوانين جمال بن عبد الناصر لن تنجيك من عذاب الله، فقضاء القاضي الدنيوي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، فتفطن.